في بعض الاسئله وجايلنا على قناه جدو كوره. واحد بيسال حضرتك بيقول لك انا بحبك جدا يا كابتن جدو، وانا بحبك وبيسالك رايك ايه في المباراه بكره ان شاء الله باذن الله الزمالك في دوري ابطال افريقيا هيلاعب مولوديه الجزائر، شايف المباراه؟ هو بيسالك من وجهه نظرك هل شايف ان الزمالك ممكن يحقق انتصار على الفريق الجزائري؟ والله احنا الفريق الزمالك فريق قوي جدا وفيه لعيبة ممتازة جدا. فريق الزمالك لما بيلعب وبيتكتك في الملعب بيعرف ازاي يوصل للجون وازاي يعرف يجيب جوان. عندك انا مش هذكر لعيبة كتير، لكن المدير الفني باتشيكو عامل شغل عالي يعني. طبعا هو عامل ماتشات كتيرة كويسة جدا، و انا اللي بيعجبني حتة انك انت التمريرات، صحيح دقة التمريرات بتفرق في بتعجبني مستوى. التمرير لما يبقى لعيب فاهم عارف هو بيعمل صحيح. ايه مش هو مجرد ما تجيله الكرة يطفش الكرة. احنا بنقول من لمسة واحدة يعني انت ما تعقدش الامور وتستنى لما الخصم يجي عندك وتتفزك ويطحها منك. اللمسة الواحدة دي اللمسة بمعنى انك انت تعرف توصل الكرة لزميلك، تشوف يبقى عينك شايفة زميلك ده فين والاقرب تديله الكوره. صحيح. عشان خاطر يبقى انت متاكد ان هي وصلت الكوره، انما الزمالك في لعيبه حلوه. اتمنى ان هو يلعب مصطفى فتحي لو كان موجود في نادي الزمالك. هو مصطفى فتحي المعلومات الاخيره ان هو انتقل لسموحه، يعني موجود بيلعب في فريق سموحه. بس الزمالك في لعيبه كتير من بعد ما مشي مصطفى محمد المهاجم، في احمد سيد زيزو، في حارس مخضرم زي محمود ابو جبل، وفي لعيبه كتير يعني زي يوسف اوباما وزي طارق حامد انا بقالي فتره ما شفتش محمود علاء لظروفي، وانما انا كنت ما لحقتش او ما شفتش. كابتن جدو يعني تتوقع ان الزمالك ممكن يحقق نتيجه ايجابيه في افتتاحيه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا للنسخة الجديدة 2021 بكرة إن شاء الله بإذن الله قدام فريق مولودية الجزائر؟ والله أنا أقدر أقول لك إن الزمالك هيشرفنا إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله هيطلع بنتيجة كويسة جدا وهيعمل جيم حلو وربنا يوفقه إن شاء الله. إن شاء الله. واللعيبة اللي فيه كلهم فراودة وكلهم محترمين جدا وكلهم لعيبة على مستوى عالي جدا. كلمة منك أخيرة لجماهير الزمالك وتنشدهم بيه كابتن. أنا بقول لجماهير الزمالك إن يعني ما تستعجلوش على النادي، النادي بيلعب الفريق حلو جدا. ما فيش فرق بين النادي الزمالك ولا النادي الأهلي. الاتنين قريبين من بعض، الاتنين عندهم فراودة ولاعيبة كويسين جدا عارفين طريق المرمى إزاي. إنما هو سير المباراة هيكون إيه؟ هل الفريق الخصم اللي قدام منك إيه الطريقة اللي هيلعب بيها؟ على قد ما تقدر ما تخليش الفريق الخصم ان هو اللي يجرك لطريقه لعبه. صحيح. انت تبتكر، انت لو شفت ده ما تكسلش في الملعب، تحاول انك انت تباصي لزميلك وتمرر الكره صح، وعاوزين اللي خلص قدام الجول ان شاء الله بالتوفيق باذن الله وربنا هيكرمك ان شاء الله باذن الله. ونشكركم على المشاهده، شكرا لكل الناس المشاهدين معانا، ونشكر كابتن جدو على كلامه الجميل النهارده في الاستوديو التحليلي. وان شاء الله باذن الله ديت كانت نهايه حلقتنا النهارده. انتظروا مننا الحلقه القادمه مع جدو كوره، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتدعمونا بلايك وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألف شكر. شكرا كابتن.